أهلا ومرحبا بكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني عشر لمادة التربية الإسلامية. ها نحن طلابي نلتقي معكم من جديد للحديث عن خصائص الشريعة الإسلامية ومنها الوسطية في الإسلام. نقول طلابي بأن الشريعة الإسلامية تمتاز بمجموعة من الخصائص والتي تجعلها صالحة للإنسان في كل زمان ومكان، ذلك أنها تقوم على منهج رباني في العقيدة والعبادة والأخلاق، إلى جانب العناية بالإنسان وتكريمه واستيعاب الأحكام الشرعية جميع جوانب الحياة والقدرة على الاستجابة لحاجات الناس المتجددة والتعامل مع مختلف الأحوال والظروف. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. صدق الله العظيم. أيضا تعرف الوسطية بأنها الخيرة والعدل والمنهج الحق المعتدل الذي شرعه الله تعالى للناس في مناح الحياة كلها بما يتناسب وخلق الإنسان وقدراته وتحقيق غاية خلقه خلقه ووجوده. لذلك هناك مجالات للوسطية، منها الوسطية في الاعتقاد، وهنا جاء الإسلام منهجا وسطيا في العقيدة في توحيد الله عز وجل أولا، وبعد ذلك النظرة إلى الأنبياء والمرسلين والنظرة إلى الحياة الدنيا والآخرة. فقال الله عز وجل: واتبع فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومن ثم فقد جمع الإسلام بين متطلبات الروح والجسد، مما يؤكد على نظرة الإسلام وشرعيته إلى التكاملية متوازنة التي تعالج وتراعي حاجات الروحانية من العبادة وتزكية النفس وتماثل الأخلاق الكريمة. أيضا الوسطية في التشريع، وعندما نتحدث عن الوسطية في التشريع طلابي نقول الوسطية في العبادة. فقال يا النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إياكم الغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي الصلاة مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطالة في صلاة الجماعة بما يشق على الناس، فقال: أيها الناس إن منكم منفرين فإياكم ما صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. أيضا طلابي في موضوع الوسطية هناك وسطية في المعاملات المالية، أيضا هو عدم الإسراف في الموضوع والكسب الشخصي وما إلى ذلك، ومنها التوازن بين الإسراف والتقدير، الوسطية في الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث ومن غيرها. هذا طلابي مجمل حديثنا عن موضوعنا الوسطية في الإسلام. شكرا لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بحول الله بدرس جديد من دروس التربية الإسلامية والمعنون بموقف الإسلام من التلوث البيئي. شكرا لحسن استماعكم طلابي ودمتم.